محمد عبد المنعم ماشي ويجوز يمشي في المرحله دي؟ انا بشوف ان عبد المنعم يعني يستحق ان هو ياخد فرصه احتراف. النادي الاهلي لو جاب بدايل، لو جاب اتنين لعيبه في المكان ده ممكن عبد المنعم يمشي، ده طبيعي. بدا يتردد ثلاث يعني. اسماء اياد العسقلي هو الاول، هو الاول لغايه ما بنتكلم دلوقتي مفيش حاجه رسميه وصلت النادي الاهلي، بس طبعا واضح ان في عروض، ان هو ترانسفير ماركت العالمي منزل ان في عرضين جاهزين لعبد المنعم، واحد بنسبه 59% انتقاله ليه، هم قالوا كده لموناكو هاتوا لنا يا جماعه الاسلوب بتاع، و39% جالت اسرائيل، يعني هم بيتكلموا ان في عرضين طبعا عارف انا دي، بس انا بقول لك لغايه ما بنتكلم دلوقتي مفيش حاجه الاهلي رسمي وصلت تماما. بس الاهلي عنده مشكله، تعرف ليه؟ ما هو اي نادي اوروبا هيشتري لعيب لازم يروح اول سبعه يروح له، ما اي اجنبي حتى لو انت عايز تمشي اجنبي اول سبعه ده نص الدوري ما جاش. لو انت لو انت عايز تمشي اجنبي من عندك يرجع للسبب برضه. انا فاهم، بس انت اول سبعه نص الدوري الاهلي ما جاش. لو انت لو عايز تمشي اجنبي، ما هو ساسي ما مشي من الزمالك، مشي برضه في القصه دي. طب وحمدي فتحي راح الاهلي طبعا لو تفتكر اول سبعه، ما هو انت دوري غير الدوريات اللي في العالم. ما كملش الدوري حمدي فتحي، ما كملش ولا اي لعيب هيمشي لازم وحقه، وقانونا ما هيروح يلعب مع فتره الاعداد والكلام ده. الاهلي لعب 15 مباراه يا فندم. ها الاهلي لعب لغايه دلوقتي 15 مباراه. طيب الدوري فيه 18 فريق، يعني 34 مباراه موسم يعني 17. قلت لك ممكن يعني الاهلي اول سبعه هيكون. انت ليه مش مصدقني؟ سيبك من نص 8 دي، مش مصدقني. انا بالعكس انا اعترفت. مش على الهوا. لا ده انا قلت حاجتين في علم الغيب، روح الواحد البني ادم باي ارض يموت، والدوري ربنا سبحانه وتعالى بس اللي عنده العلمين. طب اسالك سؤال، ايه السبب في الجدول ده؟ يعني ما اقدرش اقول اموت امتى، ما اقدرش اقول الدوري، ما اقدرش اقول الدوري يخلص امتى. السبب في الجدول ده ايه؟ مين؟ سؤال بس. لا عشان اقول لك هدخل لك لحته تانية. مين؟ اتحاد الكوره؟ الرابطه؟ ما هو الحاج عامر؟ حد من الاثنين. لا 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 حد من الاثنين. لا انا اتكلم بعيدا عن اسماء، على الاتحاد والرابطه اللي هم دلوقتي الرؤساء بتاعهم بيتخانقوا على مين اللي هيرشح نفسه في اتحاد الكره السنه الجايه. يعني اصلا لما هيجي واحد، هيجي واحد تاني زي شبانه معاه. يعني انت فاهم؟ عرفته يعني، عرفته يا شباب. اسباب المشكله بيشوفوا مين فيهم اللي هيجي السنه الجايه. يعني هم اصلا اسباب المشكله هيكملوا معاك اربع سنين كمان، فاللي هو ايه؟ يعني هو سعد زغلول قالها من زمان واحنا ما خدناش بالنا، مفيش فايده. طب بس عبد المنعم اقرب للرحيل. واضح. لا واضح انه اقرب. واضح انه اقرب للرحيل، بس لكن الاهلي خلاص بيخلص في ثلاثة قبل ما يطلع الفاصل. مرشحين في يوسف ايمن بيقولوا خلص الاهلي خلص فيه. وفي ناس قالت اعارة سنة، هيبقى اعارة سنة. وفي ناس قالت ثلاث سنين مرة. بس هو وفي ناس بتقول لك اعارة مع احقية الاهلي في الشراء. هو ده الصح، ما تجيب لعيب جديد على الفرقة. مش جديدة، وكان بيلعب معاهم في فرقة 99. لا انا قصدي يعني ما هو بقاله فترة، هو واضح انهم عارفينه يعني. فان انت تجيبه وبعدين شوفه هيتأقلم معاك. كلمه كابتن وائل جمعة بحكم ان هو قاعد في قطر هناك في البي ان، فمتابع برضه هيتأقلم مع. لا كولر ده ممكن يقول لك ما يلزمنيش. ده كان جيل عبد المنعم وجيل محمد شكري الباك ليفت ربنا يشفيه، وجيل عبد القادر الجيل ده يعني. فبيقولوا سنه مع احقيه الاهلي في الشير. ده الصح ان هو تجيبه سنه وتجرب، لان المكان ده كمان ما فيهوش هزار. وبيقولوا ان اياد العسقلاني كمان اقرب للاهلي. خلص وبالعيد بالعيد خلص اللاعب الجزائري. لا بالعيد اعتقد ان هو تقريبا خلاص. العيد ده خلص، عارف معناه ايه؟ انت بتتكلم في قصه كبيره، لان انت جايب سردباك اجنبي وبالعيد معدي السن، انت بقى عندك تخمه مع قندوسي مع بالعيد مع تجديد معلول مع اليو ديانج مع بيرستاو مع سيبك من مودست مع ابو علي حتى محسوب مصري يعني. لا في تغييرات، لا في غرب في غربله تغييرات في المحترفين، في غربله في جانب الاهلي. ولغايه دلوقتي اوعى تبقى متاكد ان معلول جدد، يعني هيبقى لسه ليها قصه كده يعني. بس هو التويت اللي عملها مبين ان هو يعني في كلام، في اتفاق يعني ليها قصه. زي ما انت قلت اللعيب مركز اجنبي ده مش سهل.